كبيرة جدا يعني. والنهارده كمان يمكن الأزمة التانية زي يمكن ما كان كابتن هاني بيقول دلوقتي ان انت هتأثر سلبا كده على النادي الأهلي، وبرضه بسبب قرارات اتحاد الكورة الخاصة بفترة القيد المرة دي في فترة القيد الشتوي. انت حددت يعني او اتحاد الكورة من فترة قال ان القيد الشتوي للأندية هيفتح خلال الفترة من 15 فبراير لحد 15 مارس الجاي، خلاص كده. طب تيجي ازاي بقى والاتحاد الافريقي كاف محدد ان موعد فتح باب القيد الشتوي للانديه المشاركه في البطوله الافريقيه من 1 يناير ل 31 نفس الشهر هو في شهر واحد بس، شهر واحد بس. يعني هل يعقل ان هنا في مصر يتم فتح باب القيد الشتوي بعد ما فتره القيد الشتوي في الكاف تنتهي اصلا؟ لا يعني بجد مش معقول.